مشاهدي الكرام، اهلا بحضراتكم ومرحبا كل تحياتي. اذا هذه حلقه جديده من القاهره، نرصد فيها اهم واخر المستجدات على الساحه المختلفه وتحديدا على الساحه الاقليميه المتخمه بالموضوعات وبالمشكلات في الفتره الاخيره. في حلقه الليله نتابع: الرئيس السيسي يدعو خلال مشاركته في قمه بريكس بلس لتعزيز التعاون بين الدول النامية. والرئيس الروسي بوتين يحذر من أن الشرق الأوسط بات على شفير حرب شاملة بعد امتداد الصراع من غزة إلى لبنان والمواجهة بين إيران وإسرائيل. نتابع كذلك: حزب الله يكثف هجماته على إسرائيل، هل فشلت المنظومة الدفاعية الإسرائيلية في مواجهة حرب المسيرات؟ نتابع كذلك قمة بريكس، هل تمثل بداية لإعادة صياغة النظام المالي العالمي؟ كل تحياتي إذن إلى تفاصيل حلقة الليلة. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد مشاركته في أعمال وفعاليات قمة تجمع بريكس التي انعقدت بمدينة قازان الروسية على مدى 3 أيام. على مدار 3 أيام شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع دول بريكس المنعقدة بمدينة قازان بدولة تاتارستان إحدى دول جمهوريات روسيا الاتحادية، وهي القمة التي تشهد للمرة الأولى مشاركة مصر كعضو في التجمع منذ انضمامها رسميا له مطلع العام الجاري. هذا وقد استعرض السيد الرئيس خلال أعمال القمة رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليا وإقليميا، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسيا واقتصاديا. وعلى هامش القمة عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من اللقاءات مع قادة وزعماء دول العالم: الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، الرئيس الصيني شي جين بينغ، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا. وعقب انتهاء فعاليات القمة غادر السيد الرئيس مطار كازان عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد خلال كلمته في قمة بريكس بلس في مدينة قازان الروسية التي انعقدت، وذلك في اليوم 2 والأخير منها، أكد حرص مصر على تعزيز التعاون بين الدول النامية، مشددا على ضرورة التكاتف وتعاون دول جنوب الجنوب كإحدى السبل المهمة لمواجهة التحديات الراهنة. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، أصحاب الجلالة والفخامة، رؤساء الدول والحكومات، الحضور الكريم، وأعرب مجددا عن تقديري لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين لدعوتي لاجتماع اليوم بصيغة بريكس بلس، كما أرحب بالسادة رؤساء الدول والحكومات المشاركين في الاجتماع الذي يؤكد الأهمية
المتزايدة لتجمع البريكس باعتباره تجمعا قائما على التعاون والاحترام المتبادل بين الدول، ويعكس كذلك حرص التجمع على تكثيف التشاور والتنسيق الفعال مع دول الصديقة والمؤثرة من خارجه بارف تحقيق مصالحنا المشتركة. السيدات والسادة، يأتي اجتماع اليوم في ظرف دولي دقيق يمج بالأزمات والتحديات المركبة ويشهد تهديدا لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف، وتغلب عليه النزاعات الحمائية والسياسات الأحادية، حيث تؤمن مصر في خضم هذا التشتت بضرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز التعاون جنوب جنوب كإحدى السبل المهمة لمواجهة التحديات الراهنة، حيث كانت مصر دوما في طليعة الدول التي حرصت على تعزيز التعاون بين الدول النامية فضلا عن سعيها الدؤوب لدعم مصالح وأولويات دول الجنوب في مختلف المحافل الدولية. وفي هذا الإطار لا يمكن أن نتحدث عن الأزمات والتحديات الدولية الراهنة بدون الحديث عن الأزمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على وقع الحرب الإسرائيلية المستمرة لما يزيد عن العام على أبناء الشعب الفلسطينيين المحاصرين بقطاع غزة والمحاطين بأشكال القتل والترويع كافة، وامتداد هذه الاعتداءات إلى الأراضي اللبنانية، مما يعد أكبر دليل على ما وصل إليه عالمنا اليوم والنظام الدولي من تفريغ للمبادئ وازدواجية للمعايير، فضلا عن غياب المحاسبة والعدالة إزاء الانتهاكات التي ترتكب في حق المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي والإنساني. الأمر الذي نتجت عنه كارثة إنسانية غير مسبوقة واستمرار الحرب وتوسيعها، وهي كلها شواهد تفرض تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الخطير في المنطقة ومنع انزلاقها إلى حرب شاملة، وخاصة في ظل امتداد الصراعات بالمنطقة لتشمل العديد من الدول، وامتداد تلك الصراعات لتؤثر سلبا على حركة الملاحة بخليج عدن والبحر الأحمر وعلى حركة التجارة الدولية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية. أصحاب الجلالة والفخامة، تثمن مصر محفل البريكس بلس باعتباره منصة لدفع التعاون وتعزيز التشاور بين تجمع البريكس ودول الجنوب. وفي هذا الإطار أود الإشارة إلى النقاط التالية. أولا، أهمية تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتكون أكثر قدرة على تعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر، بما في ذلك النفاذ لتمويل المناخ. ونؤكد على الدور المهم لكل من بنك التنمية الجديد والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في توفير التمويل اللازم والميسر للدول النامية لتنفيذ المشروعات التنموية في قطاعات متعددة. ثانيا، ضرورة استثمار اجتماعات البريكس بلس لتعزيز التعاون جنوب جنوب وتكثيف تبادل الخبرات في مختلف المجالات، فضلا عن تنفيذ مشروعات مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة. وأود في هذا المقام أن أؤكد استعداد مصر لمواصلة جهودها لتنفيذ العديد من مشروعات التعاون الفني وبناء القدرات مع الدول الراغبة في ذلك. ثالثا، أهمية استمرار التعاون والتشاور بين الدول النامية لضمان الحفاظ على فعالية المنظومة الدولية متعددة الأطراف والتصدي بشكل جماعي لمحاولات فرض سياسات أحادية ومنفردة بما يضر بمصالح دولنا. السيدات والسادة، في ختام كلمتي أؤكد لكم التزام مصر الكامل بتعزيز العمل والتعاون المشترك بين دول تجمع البريكس ودول الجنوب بما يحقق أهدافنا المشتركة وتطلعات شعوبنا في مستقبل أفضل. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى هامش قمة بريكس، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل راماپوزا سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيزها على مختلف الأصعدة. كما تناول اللقاء الذي دار الأوضاع الإقليمية، وتم استعراض جهود البلدين لدعم القضية الفلسطينية. في هذا الصدد، أكد الرئيسان السيسي وراماپوزا مواصلة التشاور للتوصل لتهدئة بالمنطقة ووقف إطلاق النار بغزة ولبنان ومنع الانتهاكات بالضفة الغربية ودعم مسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بما يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة. كما أكد الرئيسان ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، فيما أعرب رئيس جنوب إفريقيا عن تقديره لدور مصر الجوهري في هذا الصدد. وقد بحث الرئيسان سبل دفع أولويات التنمية الإفريقية على الأجندة العالمية، وفي إطار تجمع البريكس
الذي انضمت مصر لعضويته، وذلك بشكل كامل، حيث أكدا حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتحقيق مصالح الشعوب الإفريقية والدول النامية. وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة بريكس بالناجحة، مؤكدا أنها منصة للدول التي تسعى إلى انتهاج سياسة مستقلة وسيادية. وأشار بوتين في كلماته في الجلسة الختامية لقمة بريكس أن القمة ناقشت إقامة نظام عالمي عادل قائم على ميثاق الأمم المتحدة، معربا عن رغبته في توسيع عمل مجموعة بريكس على مستويات السياسة والاقتصاد والعلوم. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والساحل العالمية، أكد بوتين على أن موسكو ستواصل الاضطلاع بدورها من أجل تسوية الصراع والدفع نحو تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. على جانب آخر، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مجموعة بريكس تبحث تعزيز التعاون بين دول التجمع في مجال محاربة الإرهاب والتطرف والجريمة العابرة للحدود. وخلال كلمته في الجلسة أشار بوتين إلى أن تجمع بريكس يعمل من أجل عالم متعدد الأقطاب ويسعى للتوصل إلى حل شامل للأزمة الروسية الأوكرانية. وهذه الطرق غير الصحيحة والصحية تؤدي إلى ظهور أزمات جديدة وتصعيد الأزمات القديمة، فيتم زعزعة الاستقرار وتقويض مبدأ الأمن الموحد وغير المتجزأ. وإحدى هذه الأزمات هي أوكرانيا التي تستخدم لتهديد أمن روسيا، ويقومون بانتهاك حقوق الروس ويحاولون اليوم أن يهزمون استراتيجيا. وهذه الأشياء يمكن أن يقوم بها هؤلاء الذين لا يعرفون تاريخ روسيا والذين يتجاهلون وحدة شعوبها وإرادتهم القوية. تعهدت فرنسا بتقديم دعم ومساعدات إنسانية للبنان بقيمة 100 مليون أورو، وذلك خلال المؤتمر الدولي الذي دعت إليه باريس لدعم لبنان بمشاركة 70 دولة و15 منظمة دولية. وفي كلمته خلال المؤتمر، حض رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي المجتمع الدولي على أن يتحرك من أجل إبرام وقف لإطلاق النار في بلاده. وسط آمال متواضعة لوضع نهاية للحرب الإسرائيلية في الشرق الأوسط، تجتمع قوى عالمية في باريس بهدف تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للبنان ودعم قوته الأمنية واتخاذ تدابير ملموسة للدفع نحو وقف إطلاق النار، خاصة في ظل الإخفاق الأمريكي في التوصل لصيغة لإنهاء الحرب بشكل دائم. مؤتمر فرنسا الذي يشارك فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلى جانب 70 وفدا من الدول المشاركة بشكل أساسي في جهود الإغاثة و15 منظمة دولية لم يتم دعوة إيران أو إسرائيل لحضوره، على خلفية انتقادات وجهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمؤتمر وفرنسا على السواء. الرئيس الفرنسي دعا مجددا خلال المؤتمر إلى وقف إطلاق النار في لبنان في أسرع وقت ممكن، منتقدا في الوقت نفسه العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان، معلنا عن تقديم باريس مساعدات إنسانية للبنان بقيمة 100 مليون يورو، فضلا عن دعم تجنيد 6000 فرد إضافي للجيش اللبناني. من جانبه، حض رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي المجتمع الدولي على التحرك من أجل وقف فوري لإطلاق النار في لبنان، معربا عن أمله في أن يساعد الدعم الدولي في إعادة بناء البنية التحتية في لبنان، خاصة بعد خروج 13 مستشفى في لبنان عن الخدمة جراء الهجمات الإسرائيلية.
early recovery and infrastructure. أطالب المجتمع الدولي بالتحرك من أجل وقف فوري لإطلاق النار في لبنان، وأن يساعد الدعم الدولي في إعادة بناء البنية التحتية في لبنان، خاصة بعد خروج 13 مستشفى في لبنان عن الخدمة جراء الهجمات الإسرائيلية. كما أطالب بأن يبقى قرار الأمم المتحدة رقم 1701 بصيغته الحالية حجر الزاوية للاستقرار والأمن في الجنوب اللبناني. ويحبس اللبنانيون أنفاسهم أملاً في أن يخرج المؤتمر بأهدافه، والتي تهدف بالأساس على ضرورة وقف الأعمال القتالية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، فضلا عن حشد المجتمع الدولي لجمع 250 مليون دولار شهريا للتعامل مع الأزمة ومساعدة ما يتراوح بين 500 ألف ومليون نازح بحسب ما أعلنت الحكومة اللبنانية. الحديث حول هذا الموضوع مشاهدي الكرام ينضم إلي من باريس عيد عبد الغني العيادي، هو الكاتب والباحث السياسي والمستشار السابق بالبرلمان الأوروبي. أهلا بك وكل التحية. يعني إذا يجتمع قادة وسياسيون ومسؤولون من أجل محاولة إنقاذ لبنان، يعني كيف ترى أولا هذا المشهد؟ يعني هل هناك إجماع دولي على دعم لبنان؟ تحياتي سيدي، شكرا على الاستضافة. أعتذر مسبقا لأنني مسكوم، ولكن القضية أكبر من أن تكون من وعكة صحية، لأنها تهم مصير الشعب. وهذه القمة تأتي للتذكير فقط بأن لبنان تحتاج لمساعدة دولية حتى قبل ما يحدث حاليا من حرب ودمار. تحتاجها لأن الأزمة الاقتصادية فيها أزمة معقدة، البطالة فيها عالية، الليرة فقدت قيمتها، وكل المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى القلق. وقد يعني اتفقت الدول سابقا في 2018 على أساس دفع 11 مليار دولار كمساعدة للبنان. هذا ما يحتاجه لبنان، ولعل المليار الذي خرجت به هذه القمة ربما قد يستطيع أن يجيب على حالة استعجالية فقط، ولن يجيب على الأزمة الحقيقية الخارقة. العلاقات الفرنسية اللبنانية علاقات قديمة تاريخية وقوية جدا منذ فترة الانتداب، وفرنسا في كل مرة تقوم بما تراه واجبا من أجل الدفع بالاستقرار في لبنان والتنمية في لبنان، وخاصة بالسيادة، سيادة الدولة اللبنانية على الأراضي اللبنانية. القمة عنوانها القمة الدولية للتضامن مع الشعب اللبناني ومع السيادة اللبنانية. وهنا نفرق بين ما هو إنساني والذي أشرتم إليه في التحقيقات وأشار إليه الإعلام، أي أن الأمم المتحدة كانت قد طلبت ما مقداره 400 مليون دولار المقابل 370 مليون أورو، و70 دولة الحاضرة مع 15 منظمة دولية اليوم تقدمت بثلاث مرات هذه القيمة، أي بمليار، بما فيها ألمانيا وبما فيها الولايات المتحدة الأمريكية الغائبة على المستوى العالي من هذه القمة، لكنها حاضرة ب 300 مليون دولار كمساعدة استعجالية. إذن هذا هو الجانب الإنساني في القضية، الجانب الاستعجالي. لكن هناك جانب آخر، جانب سياسي مهم، وهو الذي يختفي خلف ما يعني مصطلح السيادة اللبنانية، وهو ما يتم تبريره عبر العودة لما ذكرت صحفيتكم مقدمتكم في التحقيق، أي القرار 2701 القاضي بعدم تقدم أو بعدم تحرك أي قوة خارج القبعات الزرق وخارج الجيش اللبناني، بمعنى تهيئة المؤسسات اللبنانية لما بعد الحرب. وهذه قضية جيوسياسية عميقة قد تتسرب في داخل أو في دواخل هذه العملية الإنسانية لترسم ما بعد الحرب. إن كان هناك بعد الحرب ضروري أن يكون هناك بعد الحرب، فقط لا نعرف متى يتم. طيب سيد عبد الغني، نعم، يعني هذا هو ربما مربط الفرس. يعني
كنا نتحدث منذ أشهر عن اليوم التالي للحرب في غزة، ووجدنا أنه لا يأتي، يعني هو يوم يعني افتراضي فقط، وتزال الحرب مستمرة. فكرة تقديم المساعدات، والتقرير ذكر أنه هناك اتجاه أو نية لتقديم مساعدات بشكل شهري إلى لبنان. السؤال الحقيقي، المغزى الآن، هل تعتقد أنه أمد الحرب هذه سوف يطول؟ هل تصبح أيضا حربا مزمنة بشكل أو بآخر؟ والدعم الاقتصادي والدعم، يعني فكرة السيادة اللبنانية، يعني أعتذر، إذا استمر الاحتلال في التوغل فليس هناك سيادة. الأمور معقدة مركبة لا يمكن الإجابة عليها بهذه البساطة. الإجابة يعني تكون متفائلة إذا بنيت على الإرادة الفرنسية التي تقول، والتي رددها إيمانويل ماكرون اليوم في القمة، أي القول بأن هذا الصراع ليس بصراع حضاري. إذا لم يكن صراعا حضاريا فهو قائم أو ممكن إيجاد حل وإيجاد صيغة لوقف إطلاق النار كما تم ذلك في 2006 بعد الحرب الأولى بين حزب الله وبين إسرائيل. أما إذا كانت المعركة أو كانت الحرب أو كان الصراع صراعا حضاريا كما يمرره أطراف الصراع اليوم، فذلك ما يجعل المنتظر من هذه الحرب ما لا يمكن استيعابه ولا يمكن لإنسانية يعني تفهمه أو قبوله في المرحلة التي وصلت إليه الإنسانية من تحضر وحضارة في مواجهة هذا الخراب وهذا الدمار. إذا العقلية الفرنسية، المنطق الفرنسي يقول بسحب الطبيعة الصراعاتية الحضارية عن هذا الصراع، والسحب أو جذب النقاش نحو يعني طاولة حوار أخرى يمكن إيجاد الحل. أما المساعدات الإنسانية فاسمحوا لي أن تعتمد صورة بشعة، وهي ذلك الذي يحاول إخفاء ورم بالمكياج. هي فقط مكياج من أجل كما يسمونه الأطباء يعني في وصفهم للأدوية المقدمة للذين أصيبوا بداء السرطان في أواخرهم، يعني أدوية لتمضية هذا الألم فقط. ربما تكون هذه هي الحلول الأسرع حاليا، يعني كالحالات الإنسانية التي حضرتك ذكرتها. لكن دعني أسألك، إذا كان شق لهذا المؤتمر اقتصادي وكان شق آخر يعني يعنى بالسياسة والسيادة، هل من خطوات لاحقة لفكرة إقرار السيادة، مساعدة السيادة، غير المئة مليون التي تذهب، أو 200 مليون التي تذهب إلى الجيش اللبناني ليعيد يعني تأمين ذاته وصياغة بعض، يعني لن تكون لبناء جيش بطبيعة الحال؟ هل تعتقد أن هناك خطوات لاحقة على أعمال هذا المؤتمر؟ هناك خطوات سابقة وخطوات آنية، وضرورة ستكون هناك خطوات لاحقة. كما قلت، هناك علاقة جد وثيقة بين لبنان وفرنسا، ولا يمكن لفرنسا أن تتخلى على لبنان. يمكن أن أقول بأن لبنان هي الدولة الوحيدة التي ما تزال فرنسا تحتفظ فيها يعني كموطئ قدم دبلوماسية في الشرق الأوسط. هي الدولة الوحيدة التي ما تزال فرنسا متواجدة فيه بشكل دبلوماسي، وهي من الدول القلائل في أوروبا التي تحاور حزب الله وتتحدث مع حزب الله، وهي التي حاولت سابقا لتسهيل الحصول على 11 مليار دولار الموعود بها لبنان من أجل التصدي لأزمته المركبة المعقدة. لابد من بناء دولة الحوكمة الراشدة ودولة المؤسسات يعني استرجاع هذه السيادة اللبنانية على الأراضي اللبنانية. إذا وهنا مكمن التحدي، وهنا التحدي. فرنسا يعني أظن أن جوئيف لودريون المسؤول الفرنسي قام بست زيارات للبنان فقط لإقناع الفرقاء والأطراف والأحزاب السياسية بهذه القناعة
أي بناء المؤسسات القوية، محاربة الفساد، باسترجاع السيادة، أن تكون السيادة للجيش اللبناني وللدولة اللبنانية. وهذا هو المهم أستاذ عبد الغني الحقيقة. يعني أنا بشكرك لوجودك معنا من باريس. سيد عبد الغني العيادي هو الباحث والكاتب والسياسي والمستشار السابق بالبرلمان الأوروبي، كل التحية إليك. على جانب آخر، كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أن المفاوضين سيجتمعون في الأيام المقبلة لبحث التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، وقد جاء ذلك خلال جولة إقليمية له بدأها الثلاثاء في دولة الاحتلال ومرورا بالسعودية ووصولا للعاصمة القطرية الدوحة. خلال زيارة بلينكن لدولة قطر، شدد بلينكن على رفض واشنطن أي محاولات لفرض حصار وتجويع على السكان في غزة، كما أشار خلال لقاء نظيره القطري إلى أنه لابد من معالجة الأزمة الإنسانية في غزة، معلنا تقديم 135 مليون دولار إضافية كمساعدات للفلسطينيين. جولة مكوكية يواصلها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في منطقة الشرق الأوسط في إطار مساعى دبلوماسية تهدف إلى وقف العدوان على قطاع غزة والحيلولة دون مزيد من التصعيد في المنطقة. زيارة بلينكن تأتي في إطار جولة إقليمية بدأها الثلاثاء الماضي في إسرائيل، حيث التقى مسؤولين أبرزهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل أن يتوجه أمس الأربعاء إلى الرياض التي غادرها اليوم ليصل إلى العاصمة القطرية الدوحة سعيا للحصول على تقييم لموقف حماس من الهدنة. تعد هذه الرحلة 11 لبلينكن إلى المنطقة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني منذ أكثر من عام، كما تأتي بعد فشل كافة مساعيه السابقة لإنهاء الحرب المدمرة الدائرة في القطاع. كان وزير الخارجية الأمريكي قد جدد موقف بلاده بأن الوقت حان لإنهاء الهجوم البربري الإسرائيلي على غزة ولبنان، داعيا جيش الاحتلال الذي يواصل تكثيف ضرباته ضد حزب الله في لبنان لتفادي تصعيد إضافي مع إيران. كما قال بلينكن إن خطة وقف إطلاق النار التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو لا تزال على الطاولة، لكنه ألمح أيضا إلى الاستعداد لاستكشاف أطر جديدة للسعي إلى تحرير الرهائن المحتجزين. من جانبهم، عبر العديد من المنتقدين للسياسة الأمريكية في الولايات المتحدة وخارجها أن المشكلة تكمن في فشل إدارة بايدن الداعمة لتل أبيب سياسيا وعسكريا في الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها الوحشي على قطاع غزة ولبنان، حيث لا تزال تصلها أسلحة أمريكية دعما لعدوانها بمليارات الدولارات. حول هذا الموضوع للمزيد من تفاصيله ينضم إلي من واشنطن باسم أبو سمية، هو الكاتب والباحث السياسي. سيد باسم، أهلا بك وكل التحية. يعني السياسة الأمريكية في أسابيعها الأخيرة في هذه الإدارة تحاول أن يعني تفعل ما لم تستطع أن تفعله على مدى الأشهر الماضية. بلينكن يبدو يعني كما بدأ في من قبل هذه المرة 11 في جولته بالمنطقة، يبدو عازما على تحقيق شيء بتصريحات على الأقل قوية بتقديم مزيد من المساعدات أو الاعتمادات المالية للفلسطينيين. يعني كيف ترى التحركات الأمريكية الأخيرة؟ تحياتي لك والمشاهدين. أعتقد أنه يعني أرجو أن يكون جادا هذه المرة. بلينكن ذهب إلى الشرق الأوسط وهذه المرة 11، وعاد دائما في كل مرة خاوي الوفاض، يعني عمليا لأنه واشنطن تربط سعيها لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بشكل عام بإنجاز إسرائيل لأهدافها في غزة وفي لبنان، لكي تبدأ مفاوضات إطلاق نار خلال الأيام المقبلة بعد وقف إطلاق النار. ولكن يعني إذا لاحظنا أنه جولة بلينكن تأتي في وقت تكثف فيه إسرائيل حملاتها في قطاع غزة وفي لبنان سعيا لإجبار الطرفين على يعني توقيع حل دبلوماسي أو وقف إطلاق النار، ولكن لم يعد في وقت لذلك للإدارة الأمريكية. يعني أمامها الآن 11 يوما فقط
ولكن أيضا بلينكين قدم اقتراح للأطراف لقطر ولمصر يتضمن خطة أمريكية جديدة أكثر من الجديدة التي كانت، تشمل طبعا استعادة الرهائن والمحتجزين لدى حماس والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من غزة ومن جنوب لبنان، وكذلك تسليم الأمن الداخلي في غزة إلى قوة شرطة تابعة للسلطة الفلسطينية ونشر قوة دولية على طول الحدود بين مصر وإسرائيل كما قال بالنص عندما ذهب إلى قطر، وكذلك أيضا قوة متعددة الجنسيات على الحدود بين لبنان وإسرائيل، يعني لأنه يريدون هناك تعزيز الجيش اللبناني وتجنيد المزيد من الجنود لحراسة النقاط، ويعني وخاصة مع في الحدود مع سوريا بين سوريا وإسرائيل، وتشكيل كما تعلم حكومة إصلاحية لبنانية وانتخاب رئيس جديد، هذه التي يعمل عليها بلينكين في خلال جولته الأخيرة. أما ماذا نجاحها هذا لم يكن معروفا، إنه هل يتحقق اختراق في خلال 11 يوما، هذا أنا أعتقد أنه أشك في أن يتم إنجازه في هذه الفترة القليلة البسيطة. هو المعتاد أنه الإدارات في يعني أيامها الأخيرة لا تصبح قادرة تبارجن، يعني أن تضع يعني مساومات أو تعطي مكافآت أو تتخذ قرارات، وبالتالي يعني لا تفعل شيئا، وبالتالي أيضا ربما تكون هذه ماذا؟ مناورة سياسية انتخابية، مناورة انتخابية أمريكية أم ماذا؟ يعني هو دعم للديمقراطيين في الانتخابات المقبلة في نظرك؟ أعتقد أنه ما تفضلت به صحيح، هو دعم للديمقراطيين، ولكن دعم الديمقراطيين أو أي حزب مرشح يجب أن يقترن بإنجاز ما كان من الممكن أن يكون هناك إنجاز وقف إطلاق النار في غزة قبل بدء حرب لبنان، كان ممكن أن يعطي الزخم للحزب الديمقراطي ويمكن أن يعني يدفع إلى الفوز في الانتخابات، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم أي إنجاز، إلا أنه بلينكين يعمل على مسارين، الأول هو وقف إطلاق النار مؤقت كما قال في غزة، واستعادة الرهائن وليس الأسرى الفلسطينيين، لأنه بعد أن تنجز إسرائيل مهمتها بالقضاء على البنية العسكرية في لحماس وبقية القوى الفلسطينية. المسار الثاني كما تعلم هو لبنان، الإدارة الأمريكية تريد لإسرائيل أن تنجز ما أنجزته إسرائيل في قطاع غزة قبل أن تنتقل إلى لبنان، بما يضمن يعني عمليا ضمان الأمن للمستوطنين الساكنين في شمال إسرائيل وكذلك لضمان أمن إسرائيل. نعم، شكرك، شكرا جزيلا سيد باسم أبو سمية، هو الكاتب والباحث السياسي، كل تحياتي إليك وكل تحياتي إليكم مشاهدينا الكرام. قسمنا الأول من هذا البرنامج قد انتهى، بعد لحظات إن شاء الله نبدأ في أول موضوعات الحوار هنا في الاستوديو. تحياتي إليكم، ألقاكم بعد لحظات إن شاء الله.